طيب يكون يتفضل ويدفعوا من ثروتهم الخاصه نص بنص. يتقاسموها شركة حلبيلي. هذا ما عرضه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب عماد ميشيل عون على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كحل لفض قضية تمويل المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذه الخطوة غير قانونية بسبب عدم وجود اتفاقية مع الأمم المتحدة بخصوصها. وعندما سئل عون عن إمكان مساهمته في الشركة الحلبية أشار إلى جيبيه معلقا ما عندي، لو عندي ذكرى ما عينه. عون ذكر رئيس الجمهورية بأنه ما كان ليصل إلى سدة الرئاسة لولا تأييده، منتقدا في المقابل طريقة تعاطي الرئيس معه. في مرحلة جيت أنا عملت بيان عزوف عن ترشيح رئيس الجمهورية، وإجا أحد النواب طرح قائد الجيش أنه يصير رئيس جمهورية، طرحه ورشحه دغري. نحن تلقفنا المناسبة وحكينا بكل اعتزاز وفخر على انه ابن المؤسسة العسكرية. يتبين لنا فيما بعد انه الشعور بده متبادل، بس هيدا حر. بس اللي ضايقنا في حيده انه صاير ينحكي علينا انه نحن عم نحكي عليه. وفي موضوع التعيينات غمز عون من قناة الرئيس سليمان على خلفية ما ورد على لسانه في ويكيليكس، منتقدا إياه مرة جديدة من دون أن يسميه. ورح نتعرض ونوقف بوجه أي تعيين غير كفؤ، ما رح نسير حدا. هيك عم بيقولوا مجانين وخطرين، فلنحمل اللقب وندافع عنه. عون علق على الحوادث في سوريا وخصوصا بعد اغتيال نجل مفتي سوريا. هلا ان زيتهم اللي كانوا عم يغتالوا عنا نقلوا المكنه تبعهم لثاني جهه في عوده للهدوء. اللي بدهم يغيروا النظام بسوريا ما راح يقدروا يغيروا النظام. مثل ما قلنا لكم، قلنا انه سوريا لن تسقط ونظام الاسد لن يسقط، حكيناها على التلفزيون وفي عنا تحليل احنا انه ما راح يسقط والاصلاحات ستحدث. وعندما تحدث عن الموازنة أكد عون أن لا تسويات في الحسابات بعد الآن، لأننا وكما قال لا نريد تغطية السرقات والإهمال، ومن يريد الخناق فليخانقنا.